تعرف ان برشلونه هتاخد دوري الابطال السنه دي؟ تعال اقول لك ازاي. اول حاجه كوت ديفوار فازت بامم افريقيا عام 1992، فازت برشلونه بدوري الابطال في العام ده، وعام 2015 فازت كوت ديفوار بامم افريقيا وفازت برشلونه بدوري الابطال، والسنه دي كوت ديفوار فازت بامم افريقيا، يبقى كده برشلونه هتفوز بدوري الابطال. تاني حاجه، عام 2009 رحل يورجن كلوب عن تدريب نادي ماينز وفازت برشلونه بدوري الابطال، وعام 2015 رحل عن تدريب بروسيا دورتموند وفازت برشلونه بدوري الابطال، والسنه دي هيرحل عن ليفربول، يبقى كده برشلونه هتاخد دوري الابطال. تالت حاجه، اخر مره نهائي دوري الابطال كان في ويمبلي عام 2011 وفازت برشلونه باللقب، والسنه دي هيكون النهائي في ويمبلي، كده برشلونه هتاخد دوري الابطال. رابع حاجه، اخر مره برشلونه واجهت باريس سان جيرمان في دور ربع النهائي كان عام 2015، فازت برشلونه بدوري الابطال، والسنه دي برشلونه هتقابل باريس سان جيرمان في دور ربع النهائي، يبقى كده برشلونه هتفوز بدوري الابطال. ما تنساش اللايك والفولو.